الطلبة المصريين اللي موجودين في الخارج بيقوموا بحاجة اسمها الامتحان الإلكتروني. الامتحان هو امتحان، غير المقولة الشهيرة المعروفة يوم الامتحان يكرم المرء، إن شاء الله كل الناس هتكرم، مفيش حد هيهان ولا حاجة. كل حاجة في الدنيا بيبقى لها شكل وشروط والتزامات ونظام وهكذا. أنا أكتر حاجة توجع مخي بصراحة إنه الناس تبقى مش حابة فكرة النظام ده، أو تبقى مش حابة فكرة مش النظام، لأنه مثلا إحنا معترضين عليه عشان في عندنا فكرة بديلة، لا إحنا معترضين. يعني أنا أتذكر أيام الكورونا، فلما كانت بتتعمل الامتحانات الأونلاين للطلبة بقى اللي موجودين في مصر، مش الطلبة اللي موجودين خارج البلاد. فالأول كنا بنعمل الدراسة أونلاين لو تفتكروا أيام الكورونا، ربنا يا رب لا يرجعها أيام. المهم إنه بنعمل الدراسة أونلاين، الأهالي قال لك دراسة أونلاين ليه؟ يقول يا جماعة الولاد مش قادرين يستوعبوا الطريقة دي، جديدة، ولادنا مش متعودين، يا ريت تودوهم المدرسة. خلاص كده؟ تمام. جينا بقى في موسم الامتحانات بتاعت الكورونا برضو، فقلنا إيه؟ الولاد هيروحوا يمتحنوا في المدرسة، خد بالك أولياء الأمور قالوا إيه؟ الولاد مش مستوعبين، عايزينهم يروحوا المدرسة، أهم حاجة المدرسة. أول ما قلنا الامتحان في المدرسة أولياء الأمور قالوا إيه؟ وليه مش أونلاين؟ هو إحنا الشريك المخالف؟ لا، أنا أقول لك السر بصراحة، بمنتهى الصراحة يعني. أولياء الأمور جزء منهم اللي كان مخالف ده، اللي كان مش عاوز الولاد يمتحنوا جوه المدرسة، هو عاوز العيال تمتحن جوه البيت علشان العيال تغش. ده من الآخر. الاستسهال ما بيجيبش نتائج وما بيعملش حلول، والاستسهال ضد مصلحتك وضد مصلحة ابنك، لازم تبقى فاهم. طيب تعال بقى نشوف النهاردة. النهاردة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن التعليمات المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين فين؟ في الخارج، بحيث إنه كل طالب يبقى مسموح له أو متاح ليه ان هو يخش على المنصة بتاعت الامتحانات الالكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط. يعني ما تبقاش جوه مصر وتخش على المنصة، هو هيحظر عليك الدخول كيفما اعتقد او كيفما اتمنى بصراحة. وبرضو دي معمول لها جدول للامتحانات معلن ورسمي. خلونا بقى نفهم اكتر من زميلي وصديقي العزيز استاذ شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ازيك يا شادي؟ اهلا بيك يا يوسف، تحياتي ليك وللساده المشاهدين. عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. حدثنا واسهب القول واشرح وابن وافصح على امتحانات المصريين في الخارج عبر المنصه الالكترونيه، بيتعمل ازاي وشروطه ايه؟ طيب هو احنا بدايه يوم الخميس الماضي اصدرنا بيان في تعليمات محدده فيما يتعلق بالاجراءات الخاصه ب الامتحانات طلاب من ابنائنا في الخارج. والحقيقه ان كان في عدد من الاجراءات او الاختيارات للطلاب للتسهيل عليهم وعلشان ما يبقوش تحت ضغط وقت الامتحان. الجزء الاول متعلق بامكانيه ان هو يدخل على المنصه او الامتحان الالكتروني ويجري الامتحان الالكتروني بشكل كامل، او اما ان هو لو تعثر في الدخول على المنصه في الوقت الخاص بالامتحان عنده امكانيه ان هو يدخل على رابط اخر يحمل منه الملف الخاص بالامتحان ويحله، وهيكون مفتوح له لمده 24 ساعه. النهارده تحديدا طبعا مع بدايه الامتحانات، النهارده بدات الامتحانات اللي هي من رابعه لسته ابتدائي، وطبعا يعني كان في وردت لنا عدد من المشاكل المتعلقه بعدم امكانيه او تعثر دخول البعض في عدد من الدول المختلفه للمنصه او الامتحان الالكتروني. والحقيقه ان احنا يعني كان في توجيهات واضحه من الدكتور رضا حجازي بالتسهيل على الطلاب على الفور والتاكيد على الاختيارات المتعدده اللي تم اتاحتها للطلاب علشان خاطر يقدم الامتحان بشكل ما فيهوش اي ضغط نفسي تماما. فالنهارده طلع بيان تاني على المنصه مختص بابنائنا في الخارج، واكد على امكانيه تحميل ملف الامتحان من خلال رابط محدد اتحط على المنصه،
وتم كمان التأكيد على ان هو يعني عند الطالب فرصة ان هو يقدر يحمل الملف ونموذج الإجابة ويحل الامتحان، ومع تحديد الآلية خلال يومين ان شاء الله هيتم تحديد الآلية اللي هيعيد بيها ارسال الإجابة للإدارة أمننا في الخارج علشان خاطر يعني يتم تصحيح الامتحان. طيب حلو جدا. احنا طبعا يعني احنا بنتكلم في 73 ألف طالب بيأدوا الامتحانات بمختلف مراحلها الابتدائي والإعدادي والثانوي، واحنا بدأنا النهاردة آخر امتحانات خالص اللي هي الصف الثاني الثانوي، هتنتهي يوم 21/5 21/5 بالظبط. اوكي. طب شادي، يعني لو النهارده لو افترضنا طبعا انه حد ما حاول يخش على هذه المنصه وهو من داخل البلاد، هيبقى محظور عليه الدخول اصلا؟ يعني مش هياخد اكسسبيليتي، ولا انه حتى لو دخل هذا الدخول والامتحان لا يعتد بيه لانه عندي قاعده بيانات بتقول ان هو داخل البلاد مش خارجها، صح كده؟ لا، هو اصلا دخول من داخل مصر مش الرابط مش هيفتح معاه، مفيش اكسسبيليتي اصلا. طب كويس يعني خالص. احنا مأكدين ومشددين على ده ان الدخول على الرابط الخاص بالامتحان الالكتروني هيبقى لازم من خارج مصر، من اي دوله من دول خارج مصر. الموضوع اللي كان الابرز النهارده هو متابعتنا المستمره للشكاوى المتعلقه بتعثر دخول البعض للامتحان الالكتروني، وطبعا كان في متابعه وردود فوريه من القائمين على المنصه حوالين امكانيه تحميل ملف من رابط اخر، لتحميل الملف الخاص بالامتحان النهارده وامكانيه حله، وكمان يعني طمناهم بان هو يعني يحل الامتحان، وهنحدد الاليه كمان المتعلقه بارسال الامتحان ان شاء الله يعني خلال 48 ساعه باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا شادي، كل الشكر زميلنا العزيز شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. طيب